3 2 كيو صافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بلديات، والذي نستعرض فيه آخر أخبار البلديات والمشاكل والعراقيل التي تعتريها. جولة أسبوعية تتجدد اليوم، نبدأها بأهم ما ورد إلينا هذا الأسبوع من أخبار تخص الوزارات والهيئات التابعة للدولة وذات العلاقة بمختلف بلديات ليبيا. ونبدأها بملف برومات البوتاسيوم، حيث أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن نتائج مختبرات تحليل عينات الدقيق المحللة في ألمانيا، وأعلن عن خلوها من مادة برومات البوتاسيوم. ويأتي هذا الإجراء بعد تواتر الأخبار عن وجود برومات البوتاسيوم داخل الدقيق والخبز. كما بيّن المركز أن هذه التصريحات قد نشرت من قبل جهات ومؤسسات ليبية أخرى استندت إلى إجراءات تفتقر للمهنية والنزاهة. هذا ما نشد المركز مكتب النائب العام بالفصل في هذا الموضوع وتشكيل لجنة تضم الجهات ذات العلاقة كنوع من الحيادية. 3 2 1 تقرير الجاية. بعد تأكيد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلو الدقيق والخبز بالمخابز الليبية من مادة برومات البوتاسيوم، أعلن مكتب النائب العام أن تحاليل مركز الرقابة غير ملزمة، وأن مكتب النائب يحقق بشكل مستقل في الموضوع. تخبط وجدل حول ملف الدقيق والخبز في البلاد أقلق الشارع الليبي. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. الجدل حول برومات البوتاسيوم يظهر على السطح من جديد، حيث أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بيان لهم أن نتائج عينات الخبز والدقيق التي أرسلت إلى ألمانيا أظهرت خلوها من مادة برومات البوتاسيوم. المركز في بيانه أوضح أن هذه النتائج تؤكد نتائج تحاليل سابقة أجرها المركز الفترة الماضية، مستغربا في قيام جهات رسمية بالتصريح بوجود برومات البوتاسيوم داخل الخبز مستندة على معلومات مغلوطة. في إشارة للمركز الليبي للتحاليل المتقدمة والذي أكد وجود المادة في أغلب المخابز بالبلاد، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بدوره أيد بيان مركز الرقابة على الأغذية قائلاً إن نتائج التحاليل أكدت كلام الوزارة السابق بعدم وجود مادة برومات البوتاسيوم في عينات الدقيق والخبز. وأضاف الحويج أن مادة برومات البوتاسيوم محظورة في السوق المحلية منذ عام 2005 ولا وجود لهذه المادة بالسوق الليبية. ووسط حرب التصريحات بين النفي والتأكيد يخرج مكتب النائب العام بتصريحات تزيد الجدل القائم، حيث نفى مكتب النائب العام علاقتهم بالتحاليل التي نشرها مركز الرقابة على الأغذية بشأن خلو عينات ألمانيا من برومات البوتاسيوم، وأن مكتب النائب العام غير ملزم بالنتائج التي أرسلها مركز الرقابة. كما أكد مكتب النائب العام أن اللجنة المكلفة من قبل النائب العام أرسلت عينات مختلفة من الدقيق والخبز إلى مختبرات في ألمانيا وليبيا ولم تصل نتائجها بعد. ووسط هذا التخبط القائم ينتظر المواطن الليبي بياناً يحسم الجدل حول أهم السلع التي يستهلكها المواطن الليبي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف رئيس لجنة متابعة المخابز السيد علي بوعزة. أرحب بك سيد علي. سيد علي هل تسمعني جيداً؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد علي أبو عزة، سنعود بالاتصال مرة أخرى. ننتقل مشاهدينا الآن لملف التعليم، حيث شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على ضرورة إعطاء الدرجة الكاملة للأسئلة التي وقع بها خطأ لطلبة شهادة ثانوية. كما ناقش دبيبة مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف إجراءات توفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية، مؤكدا على ضرورة صرف مكافآت العاملين بلجان الامتحانات تقديرا لجهودهم. من جهته أكد مدير مركز المناهج أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة 40% بالمخازن. وبالعودة إلى موضوع برومات البوتاسيوم، أرحب بضيفي مرة أخرى رئيس لجنة متابعة المخابز السيد علي بوعزة. أرحب بك سيد علي.
اهلا بك، مساء الخير، اهلا بك. نعم سيد علي، بداية كيف ترى بيان مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية بخصوص خلو مواد الدقيق والخبز من برومات البوتاسيوم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معليش صدى الصوت، راه ما خليش فيه نتكلم، راه مزبوط وقعت لك الصوت الجنب شوية. طبعا برومات طبعا هي ليس بالموضوع الجديد، هذا مقديم، هذا من تقريبا وزارة الاقتصاد طبعا زي ما قلتوا من 2005 منعتها، حرمتها بالنسبة للمنظمة الصحة العالمية، منعتها طبعا ليبيا حتى من 2005 منعتها. نعم طبعا من 2008 احنا درنا عليها، طبعا كنت في ليزان في 2008، لم توجد نهائيا، وللآن في ليبيا لم توجد نهائيا. في ليبيا وجدت طبعا معمل متقدم في 2019، قامت طالبة بمشروع تخرج قالوا جوه بنسبة مفزعة، أقل نسبة من 300 لل 1300، وأنا الآن هيك علميا وكذا واحد أنا مش مقتنع بكلام هذا، مع أن الدكاترة أكثر دكاترة وما يبوش يصرحوا إعلاميا أن غير عدم وجودها طول الآن. طبعا مركز الرقابة على الأغذية في مفات في من سنة ونص قامت بتحاليل تقريبا تحاليل من 50 مدينة اللي هي وركزت على المناطق الحدودية اللي يعرف فيها التهريب. طبعا على مستوى ليبيا كل اخذوا 454 عينه، 404 عينه خبز اخذوها من المخابز، غير لا وجود لبرومات البوتاسيوم كلها سالبه. نعم ايه، وطبعا 40 مصنع دقيق، 40 نوع دقيق حتى اللي من المستورد لم يوجد فيه ماده برومات البوتاسيوم، و10 من انواع المحسنات او ممكن 12 نوع محسن لم يوجد فيه برومات البوتاسيوم. احنا في الزرعه هذه صراحه بالامانه، هل من يقيم بها هذه يبي يطلع على البلبلة ويطلع على دور الناس؟ والله أعلم ولا كيف، إحنا هذه لا وجود لها. طيب ربما سيد علي سأسألك من ناحية أخرى، هل هناك جهة واحدة مختصة في البلاد هي التي تقوم باستيراد الدقيق من عدد شركات في العالم؟ هي كانت طبعا الدقيق لا يستورد تو دقيق الا قليل نادر، بعض الاحيان يفتحوا اعتمادات للدقيق، تو جميع تو مصانع الدقيق تستورد في الحبوب، والحبوب طبعا ربما تجي بطريقه غير جيده يستعملوا في محسنات، لكن محسنات انا حسب ظني انا طلعت في لجان طبعا راقبنا اخذنا عينات من جميع اكثر المصانع. نعم واخذنا العينات، خدينا يمكن تقريبا في الحدود قريب 40 عينه، ال 40 عينه هذا مقسمناهم على اربعه، اليوم وصلنا لمعمل القمه في البيضه عينه، نفس العينه قسمناها كل عينه مطحن قسمناها على اربع نسخ، نسخ اعطيناها لمعمل القمه البيضه، ونسخه ثانيه لمركز الرقابه على الاغذيه، ونسخه خليناها في وزاره الاقتصاد، ونسخه اعطيناها للمعمل المتقدم اللي يدعي ان وجود برومات البوتاسيوم، لم يستطيع التحليل وللآن لم يقدم لنا تحليل لهذه المادة. طيب المعمل. نعم طيب لم توجد فيها، كلها سالبة، وطلعنا بأنفسنا. طبعا أنا شكلت في أربع لجان، وعندنا طبعا مقامت فيه اللجنة العليا لمتابعة المخابز، قامت بدور كثير صراحة من سنة ونص ولا شهرين سنتين، قامت بشكوى قدمتها لمدير الأمن والاستقرار، شكوى في وزارة الاقتصاد ووزارة الحكم المحلي وزارة الصناعة ومجلس الرئاسي، قدمناها لمدير مكتب الأمن والاستقرار، قلنا لهم على أساس أن الوزارات كلها تقدم تشكل في لزام بدون فائدة تذكر، وقدمنا من سنة ونص لأن هذا كله موجود في صفحة النقابة أو في صفحة الخاصة بينا في صفحة النقابة اللي احنا العليا لمتابعة المخابز، هددنا بالقفل إن لم تتدخل الدولة وتعرف لنا مصدر برومات البوتاسيوم. اصحاب المخابز ما عندهمش الماكينات اللي يحللوا الدقيق هل يوجد برومات البوتاسيوم ولا لا، لكن احنا في 2008 خدينا ندوه وفد الفن فنلندي جاي لليبيا يعني دكاتره، وعلينا جميع المخابز انهم يشتغلوش، احنا ما نعرفوهاش اصلا ماده برومات البوتاسيوم للان، حتى اصحاب المخابز ما يعرفوهاش. قدمنا ندوه من 2008 وبحثنا وجدناها مش موجوده، ونتابعوا فيها نتابعوا في المحسنات وناخذوا في التحاليل نتاعهم. طيب على 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 ذكر المحسنات سيد علي، لكن الدقيق اللي يجينا احنا بدون المحسنات ما يشتغلش، محسنات نعم. طيب. اللي داخله حتى المطاحن، حتى الدقيق اللي يدخل البيوت يستعملوا فيه اصحاب المطاحن يستعملوا في محسنات، نعم بس يبقى جوده.
نتاع البيتزا يشتغلوا له البيتزا، ونتاع الكاس الحلويات يشتغلوا الحلويات، والخبز يشتغلوا له محسنات خاصه، لكن غير ضاره، هي عباره على حامض الاسكربيك وانزيمات. طيب هل الان احنا نستغربوا، احنا نستغربوا الفتره هي اللي تاسس فيها الموضوع هذا. الموضوع هذا، الموضوع هذا مش اليوم ولا غدوه، الموضوع هذا بالنسبه للجنه العليا لمثاره مخارج حتى تشوف الفيديوهات والقنوات. أكثر منطقة وقمنا به وقدمنا شكاوى وتعرضنا، ما فيش من يتكلم به. لكن بالأمانة احنا شيء يفرح أن لا وجود هذه مادة برومات البوتاسيوم، لكن نستغرب بعض الجهات، نستغرب أن تبي وجودها، تبي وجودها مادة برومات البوتاسيوم، مش عارف ناس السبب، هي غير موجودة، تم تحليلها أبسط. طيب أبسط تحليل الناس اللي طلعت قدمها. ألو معايا؟ نعم أسمعك جيدا. أبسط شيء، التحاليل اللي تو قدمت بلجنة بترأسها الأمن الداخلي طبعا من الرقابة على النقدية والإصحاح البيئي، والمعمل المتقدم هو اللي ادعاه، قال أن وجود مادة برومات البوتاسيوم. شكلت اللجنة ووصلت يعني هذه اللي تو التواصل الاجتماعي هذا الفيس موجود متحرك. طيب مع أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وهو الجهة الرسمية والمعنية بهذا الشأن أكد عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم، إلا أن النائب العام قال أن الأمر لم يؤكد بعد، وأن النتائج أو انتظار العينات من ألمانيا، وقد ظهرت نتائج عينات ألمانيا. يعني لماذا لم يتم إنهاء هذا الجدل في هذا الموضوع؟ سيد علي هل تسمعني جيدا؟ سيد علي احنا يرجع احنا كأصحاب مخابز ولا كذا، احنا نعم. احنا الدقيق اللي نشتغلوا فيه زي ما تشتغل فيه ربات البيوت امهاتنا تشتغلنا فيه، صاحب المخبز نفس الشيء يشتغل فيه. لو ان في ضرر سيد علي أرجو أن تبقى في مكان في تغطية حتى نستطيع سماعك جيدا. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد علي بوعزة رئيس لجنة متابعة المخابز، نشكره على أي حال. نعود إلى أخبارنا أعزائي المشاهدين. مع اقتراب العام الدراسي الجديد تتزايد المخاوف لدى الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من توفير الكتب المدرسية. هذه المخاوف ازدادت بعد تأخر إعلان العام الدراسي، تفاصيل أكثر في التقرير التالي. مع اقتراب العام الدراسي الجديد تتزايد المخاوف من إعادة سيناريو العام السابق، وهو تعطل وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلبة. ووسط هذه المخاوف أكدت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن ما نسبته 45% من الكتب المدرسية موجودة بمخازن الوزارة. وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف في تصريحات صحفية أكد أن سبب التأخير هو انتظار الوزارة صرف قيمة طباعة الكتب من قبل المصرف المركزي لحالتها إلى حسابات الشركة المكلفة بطباعة الكتب. ومع وعود وزارة التعليم بتوفير الكتب المدرسية في موعدها، يرجح كثيرون أن سبب تأخير العام الدراسي هو انتظار وزارة التعليم توفير الكتب المدرسية قبل رجوع الطلبة إلى صفوفهم. الوزارة طمأنت أولياء الأمور والطلبة والمعلمين بأنها ستعلمهم بوصول شحنات الكتب المدرسية إلى المواني الليبية، ولم تحدد الوزارة بعد موعداً معيناً لوصول الكتب أو بداية العام الدراسي. ووسط مخاوف تأخر وصول الكتب وتأخير إعلان بداية العام الدراسي، تتزايد آمال الطلبة والمعلمين بسير العملية التعليمية دون مشاكل أو عراقيل تؤثر على دراستهم أو تؤخرها عن موعدها. ننتقل مشاهدينا الآن للملف الصحي، حيث أحيا مستشفى الحوارث بأبو سليم يوم الخميس الماضي فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، وذلك تحت عنوان أمل يتجدد
وخوف يتبدد، حيث تضمنت الفعالية أنشطة وبرامجا قدمها مجموعة من المختصين في المجال عن تعزيز الوعي حول دور وأهمية العلاج الطبيعي في استعادة النشاط الحركي وتسريع الشفاء للمرضى، إضافة إلى دور أخصائيي العلاج الطبيعي في تحديد الاحتياجات الحركية للمريض وتشجيعهم على استئناف الأنشطة اليومية بشكل تدريجي. وقع بمدينة سبها يوم الثلاثاء انفجار خزان للوقود بحي الجديد بالمدينة أسفر عن إصابات بين المواطنين دون وجود أسباب واضحة لوقوعه، وبحسب ما أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ عدد الإصابات وصلت حتى الآن إلى 17 شخصا، تفاوتت درجة خطورة إصابتهم من جهته تابع وزير الصحة رمضان أبو جناح تطورات الانفجار مطالبا بإعطاء الأولوية من تقديم الرعاية الصحية لمصابي الحريق. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور أسامة علي الناطق والمتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ. دكتور أسامة أرحب بك. نعم، بداية دكتور يعني لو تطلعنا على عدد المصابين ومدى الإصابات التي وقعت وسجلت بسبب. طبعا بداية الحمد لله يعني في مثل هذه الظروف مثل حادثة البارحة بمدينة سبها لم تكن بحجم كارثة بالنسبة لي، بل كان عدد المصابين 16 منهم تم إخراجهم فورا بعد تلقيهم للإسعافات في المستشفيات. أما للأسف الشديد فهناك حالة صنفت أنها خطيرة تم نقلها اليوم إلى مستشفى طرابلس للحروق والتجميل واستقبلها المستشفى والآن جاري علاجها إن شاء الله. طيب، هل عرفتم أسباب الانفجار وأيضا هل تعتقد يعني أنها نسخة مكررة أو أقل أضرارا بقليل من حادثة بنت بيا؟ جيد، فيما يخص كلمة نسخة مكررة ممكن أنها تكررت في مسبب الانفجار، هذا ما ورد إلينا أنه هو خزان للوقود أو منطقة خاصة بالتهريب للوقود، مستودع للوقود خاص بالتهريب اشتعل فيه النيران، فحتى المصابين كانوا ممن هم قريبين من المكان، على عكس بنت بيا التي كان ضحاياها من أبرياء من يحتاجون الوقود في تلك المنطقة المتعطشة لمثل هذه المادة. فالآن لا نرى أنه مماثل الحادث لا من حيث الإصابات ولا من حيث الأسباب، فالأسباب تختلف بشكل جذري في هذا الموضوع. يعني أفهم من كلامك هذا أن 16 إصابة كانت إصابات بسيطة بعض الشيء، دون حالة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الحروق والتجميل بالعاصمة طرابلس. فعلا 16 إصابة كانت إصابات بسيطة، فيما عدا 17 وهذا بالتأكيد من تم نقله لمستشفى الحروق والتجميل طرابلس. طبعا لا نعرف إذا ما كان هناك أي مصحات خاصة استقبلت حالات دون أن تتم أن تبلغ فرق جهاز الإسعاف والطوارئ أو تبلغ مركز السبعة الطبي بوصول حالات لها، لكن تم رد فعليا من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ، وآخر تواصل لنا كان مع حوالي الساعة الرابعة فجرا مع الدكتور عريش مدير مستشفى السبعة الطبي. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أسامة علي على هذه المعلومات وهذا التوضيح. دكتور أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ كنت معي عبر الهاتف. وأيضا بالعودة إلى موضوع الكتاب المدرسي أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد مشيحة مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبقناة التناصح وبكل المشاهدين والمستمعين لقناة التناصح. نعم أستاذ أحمد، يعني كما نعلم جميعا الكتاب المدرسي مهم جدا للتحصيل العلمي للطلبة وأيضا هو جزء كبير من العملية التعليمية، ما هي المساعي المبذولة من وزارة التعليم لتوفير الكتب في أسرع وقت ممكن؟ طبعا الكتاب المدرسي من أولويات للأمور كبداية العام الدراسي هي الشيء الرئيسي، يعني على البداية تبدأ به العام الدراسي. وزارة التعليم كل ما بوسعها للحصول على الموعد أخطاء
شهر كان موعد دراسة، ولكن للأسف عدم قرار الدولة وعدم اهتمام بالأمر اللي هو البيت داخل ليب حمزة. يعني أفهم من كلامك هذا سيد أحمد أن وزارة التربية والتعليم هي من تتحمل كامل المسؤولية بخصوص تأخر الكتب المدرسية وتأخر الإعلان عن العام الدراسي الجديد؟ والله هو طبعا أنت عارف العام الدراسي الحالي لازال لم ينتهي حتى الآن، ظروف استثنائية مرت بها ليبيا من حروب من عطلات من مشاكل عدم توفر كتاب المدرسي، استمرت الدراسة مش معقول استمر لأشهر الصيف، بتعرف أشهر الصيف فيها الحر الشديد جدا، انقطاع التيار الكهربائي، ولكن للأسف الشديد لعند لهذه اللحظة لم ينتهي العام الدراسي 21-22، وإحنا بإذن الله نفكر كوزارة التعليم في كل يعني أن إحنا نبذل كل قصار جهدنا أن هي الدراسية قبل أكتوبر لكي تكتمل يعني في شهر 5 وتصبح هناك مراح يعني في أشهر الصيف وتكون عطلة رسمية زي ما كانت السنوات الماضية. نعم طيب، نتمنى وندعو كل الجهات المسؤولة أن هي تقف في يد واحدة مع بعض البعض. نعم. وهم يوفروا الكتاب في أسرع وقت حقيقة، لأن أنت تعرف الظروف عدم الاستقرار هو اللي يسبب تدهور الوضع لهذا الحد. طيب قبل أن أختم معك أستاذ أحمد، يعني دعني أسألك عن العراقيل والعقبات التي تواجه ربما وزارة التعليم للبدء في طباعة الكتاب المدرسي. هذه العراقيل والعقبات هل هي ربما قانونية أم مالية أم ماذا تحديدا؟ لا، هي كما توضحها في مدخل في مكتب المناهج وضح فيها الجهد البذول من وزارة التعليم. صراحة قام بكل جهدهم بالتواريخ، كيف قدموا لديوان المحاسبة، كيف تم تقديم العروض، كيف تم يعني كل الإجراءات كانت فيها شفافية صراحة من وزارة التعليم وكانت واضحة. بس التعرقيل الآخر هو كان من ممكن من ممكن الأمور هذه كل وضحها هو حتى سيادة الوزير، ولكن احنا كلنا ضحيه لعدم فرصه في الموعد المحدد. يعني انت عارف اليوم التاريخ يعني 14/9، نعم ما زال 15 يوم على بدايه اكتوبر. احنا اخر قرار من تعديل مواعيد الدراسه 563 من وزاره التعليم تنص ان كحد اقصى لبدايه العام الدراسي هو 16 اكتوبر. نعم، ولكن نتمنى وادعو حكومة الوحدة الوطنية أن هي تكثف جهودها لكي يبدأ العام الدراسي في موعده وتكون الأمور كلها متهيئة لأبنائنا الطلاب، وهذا التعليم راوش هي كاملة سواء كان مواطنين أو أسر، يعني نحن مسؤولية تكثيرة كامل كل الناس أن هم يبدو جميع جهده. نعم. نعم. بداية العام الدراسي في موعدها. نعم، شكرا جزيلا لك سيد أو أستاذ أحمد مشيحة مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود إلى أخبارنا، حيث اختتمت صباح يوم الثلاثاء بمقر مفوضية الكشاف والمرشدات ببلدية الخمس دورة تدريبية لإعداد القادة تحت شعار بتدريب قادتنا نبني حرمتنا. الدورة التي ينظمها ويشرف عليها قطاع التدريب والتنمية أو تنمية القيادات المفوضية بالخمس جاء بمشاركة أكثر من 45 مشاركا من مختلف المدن الليبية، وتهدف مثل هذه الدورات إلى رفع وتأهيل القادة الكشفية، كما تستمر الدورة لمدة 5 أيام في المستوى المطلوب. الحمد لله سير طبعا هذه الدورة تاريخ بدايتها يوم 9/9 وتنتهي يوم 13/9. طبعا العدد الموجود في هذه الدورة هو 41 دارس، نتمنى أن يكونوا في المستوى المطلوب. الحمد لله سير الدورة سير نقدر نقول جيد جدا، المحصلة كانت ممتازة والحمد لله.
كل الظروف المهيئة يعني الحمد لله وبشهادة الدارسين هنا هي نقدر نقول أنها هي في درجة الجيد جدا، ونتمنى التوفيق لكل الدارسين ونشكر كل من ساهم في إعداد وإقامة هذه الدورة وساعدنا بكل ما يمكن أن يحتاجوه هؤلاء الدارسين للوصول إلى قادة يمكننا أن نسلمهم فرق كشفية يقومون بتربيتها وبقيادتها وبتنمية العضوية في الحركة الكشفية. طبعا قمنا هذه الدورة الهدف منها هو تأهيل قادة الفرق أو بالأخص تأهيل قائد مساعد قائد الفرقة. طبعا الدورة بدأت من يوم 9/9 إلى يوم 13/9. طبعا اليوم الأول كان الاستقبال وتوزيع الطلايع، والجلسة الأولى كانت تحديد الاحتياجات. طبعا كانت الجلسات مقسمة لخمسة أيام. الجلسات هذه تتضمن العديد من العناوين، من أهم العناوين التقاليد الكشفية، نظام الطلايع، نظام الشارات، الأوسمة إلى آخرها، حوالي 18 جلسة تدريبية. ويقوم بتقديم هذه المحاضرات قادة التدريب. طبعا تعلمت في هذه الدورة كيفية إداريات الفرقة و طلائع، كيفية تقسيم طلائع الفرقة، وبصفتي في هذه الدورة تعلمت الكثير وكانت جيدة، وإن شاء الله أول ستكون لي أول خطوة في سلم القيادي بصفتي قائد مساعد قائد فرقة بعد استلام الشهادة. يوجد بها أكبر عدد لمعاصر الزيت القديمة ومعالم أثرية قديمة تعود إلى ما قبل التاريخ، عيون وأراض زراعية خصبة دارت بها معركة شقيقة التي كبرت الاحتلال الإيطالي أكبر خسارة له طوال فترة احتلال ليبيا. فلنتعرف أكثر عن مدينة ترهونة. أكملت وزارة العمل والتأهيل مطابقة بيانات الموظفين المالية مع وزارة المالية لبدء العمل بجدول المرتبات الموحد، حيث جرى الاتفاق على أن تصرف المرتبات الموحدة للوزارة من شهر أكتوبر القادم. كما ثمن الفريق جهود وزارة المالية والفريق الذي يعمل على هذه المطابقة. نظمت وزارة النفط والغاز بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس احتفالية كرمت فيها وزراء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المتقاعدين والمتوفين في بادرة عرفان وتقدير للذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا عصارة جهدهم خدمة للوطن بكل إخلاص. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. في يوم بهيج كان عنوانه الوفاء لمن قدم وأعطى في مجال النفط. وفي بادرة عرفان وتقدير احتضنت وزارة النفط والغاز بطرابلس حفل تكريم عدد من وزراء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المتقاعدين الذين أمضوا شبابهم في العمل بقطاع النفط وكانوا مثالا للتفاني والجد والإخلاص في العمل، وقدموا خلاصة خبراتهم لزملائهم من بعدهم ليواصلوا رحلة البذل والعطاء. طبعا اليوم يعني اول مره يعني يقام يعني
من عشرات السنوات نقولوا حفل تكريم للرعيل الأول، الناس اللي كانت على رأس وزارة النفط وكانت على رأس المؤسسة الوطنية، لفتة حلوة وطيبة أقامها السيد وزير النفط والأخوة في الوزارة والمؤسسة الوطنية النفط. يعني هذه المفروض الأمور هي والاحتفالات هي ديما باستمرار حتى يشعر صراحة المتقاعد بأن فيه يعني اهتمام به، وصراحة احنا يعني ولمسة وفاة لكل المتقاعدين سواء في قطاع النفط وفي كل القطاعات، نعطوهم أمل أن فعلا فيه من يتابع في أحوالهم ويتابع في مشاكلهم ويتابع في كل شيء، وبارك الله فيهم. يعني احتفالية تخللها إلقاء كلمات شكر وتقدير للجهود الذي بذلت طيلة فترة عملهم خدمة لقطاع النفط على مستوى البلاد، وتوزيع هدايا رمزية وشهادات تقدير للمكرمين الذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا عصارة جهدهم لخدمة الوطن بكل إخلاص، فدخلوا بالأمس شبابا وغادروها اليوم شيبا. متواجدين اليوم في حفل تكريم وزراء النفط والغاز ورؤساء مجالس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المتقاعدين، حضرنا اليوم بتكليف من السيد فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا التكريم هو سنة حميدة وحافز مهم للأجيال وللمستخدمين الحاليين في القطاع قبل أن يكون استحقاق وتقدير للرعيل الأول الذين بذلوا جهود جبارة في مجال صناعة النفط الليبية مصدر الدخل شبه الوحيد. شكرا لقناتكم الوقت. إن إقامة مثل هذه المناسبات تغرس في نفوس العاملين العطاء المتبادل بهدف منح كل مجتهد ذكرى جميلة في نفسه ولمسة وفاء لما قدمه هؤلاء من الجهد طيلة سنوات عملهم. استلم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع فرج مجاهد ورئيس لجنة استلام البطاقات بالوزارة دفعة جديدة من بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق 18، حيث وصل عدد البطاقات المستلمة من مصرف الجمهورية إلى 52 ألف بطاقة جديدة ستخصص للمنطقة الشرقية، وذلك بعد توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية على ضرورة الإسراع في إصدار وتسليم البطاقات لكافة مناطق ليبيا. بعد الإعلان عن انطلاق انتخابات المجلس البلدي ترهونة، نظمت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية يوم الاثنين جلسة حوارية حول نظام المراقبة في انتخابات المجالس البلدية لاستيضاح دور المراقبين واللوائح والأنظمة الانتخابية. مراسل التناصح بترهونة حضر الجلسة وأعد لنا هذا التقرير التالي. في إطار تنفيذ انتخاب المجلس البلدي ترهونة، نظمت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية الاثنين جلسة حوارية بشأن نظام المراقبة في انتخابات المجالس البلدية بقاعة جامعة الزيتونة بترهونة. الجلسة أقيمت تحت عنوان نظام المراقبة في انتخابات المجالس البلدية المفاهيم والإجراءات، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمراقبة الانتخابية، حيث أوضح القائمون على الجلسة أن الهدف من إقامتها هو استيضاح دور المراقبين باعتبارهم أحد الأطراف الداعمة للعملية الانتخابية وأداة لتحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية لنفاذ المعلومة الانتخابية. نحن اليوم في مدينة ترهونة في جلسة حوارية مع المؤسسات المجتمع المدني المختصة بمراقبة الانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات في بلدية ترهونة في الفترة القادمة إن شاء الله. هذه الجلسة تدور حول مهام واختصاصات المراقبين المحليين في الانتخابات ومدى أهمية ما يصدر عنهم من تقارير قد تعين اللجنة المركزية وتأخذها اللجنة المركزية بعين الاعتبار في إعداد خطط قادمة أو في تجاوز أحيانا في بعض الهفوات أو القصور في إجراء هذه الانتخابات. والحقيقة تبين أن من السادة الحضور المهتمين بهذا الجانب مدى إلمامهم بالعملية الانتخابية، وكان في بعض النقاش فيما بيننا فيما يتعلق بالجانب القانوني ومدى إمكانية أخذ اللجنة المركزية لملاحظاتهم بعين الاعتبار. كما هدفت الجلسة إلى استيضاح اللوائح والأنظمة الحاكمة لها وبيان الخطط التي تقدمت بها اللجنة في تدليل الصعاب أثناء إجراء الانتخابات،
بالإضافة إلى تبيان المعايير الدولية الحاكمة لعملية المراقبة مع توضيح مجريات العمل والتشبيك بين اللجنة المركزية والمنظمات المهتمة بمجال العمل الرقابي، وأيضاً الاستفادة من المرحلة السابقة من أجل النهوض والرفع بمهنية المراقب أثناء قيامه بمراقبة الانتخابات. وكانت الجلسة الحوارية حول المراقبة ودور المراقب في نجاح العملية الانتخابية، وتزامن مع نشر قوائم المترشحين اللي تم اليوم الساعة 9 صباحا. أقيمت يوم الخميس الماضي بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة بجامعة المرغب ورشة عمل تحت عنوان كيفية التسجيل بمحركات البحث واستخدامها جوجل سكولر تحت إشراف مكتب التدريب التابع لإدارة الدراسات العليا. الورشة كانت بحضور مدير إدارة الدراسات العليا، وجاءت بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ومدراء الإدارات والمكاتب بالجامعة. كما تهدف الورشة للتعريف بمحرك البحث وأهميته في التصنيف وطريقة التسجيل وأهميته باعتباره أرشيفا شخصيا للباحث. احتضنت اليوم جامعة المرقب ورشة علمية على كيفية التسجيل في موقع البحث العلمي جوجل سكولر، وعلى طريقة التسجيل أيضا في منظومة من نظام الجامعات الموحدة اللي هي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كان الضيوف طبعا معظمهم من أعضاء التدريس وموظفين الجامعة، تعرفوا اليوم على طريقة التسجيل. طبعا كانت تحت إشراف مكتب التدريب بإدارة الدراسات العليا والمعيدين بالجامعة. كانت نتائجها طيبة طبعا هذه الورشة. جامعة مرقب كانت أيضا من أوائل الجامعات التي بادرت في عملية التسجيل، طبعا بنسبة 99% تقريبا من أعضاء التدريس تم تسجيلهم داخل هذه المنظومة. معظمهم أو يعني عدد كبير جدا أيضا قام بتسجيل في منصة البحث العلمي جوجل سكولر. ما زال العمل جاري على تسجيل الموظفين والمعيدين والطلبة. طبعا كانت هذه الورشة طبعا نظرا لأهميتها الملحة على الرفع من مستوى التعليم للجامعة ومستوى التصنيف بالأحرى للجامعة، طبعا عندنا العديد من الورش العمل إن شاء الله في الأسبوع القادم مثل هذه الورش في طبعا في بعض الكليات، كلية التربية مسلاتة وكلية الأداب والعلوم قصر الخيار وأيضا كلية الطب البشري لزيادة الوعي للتسجيل سواء كانت أعضاء تدريس أو معيدين أو طلاب دراسات عليا أو موظفين. طبعا تأتي هذه الورشة من ضمن خطة التدريبية اللي يقوم بها مكتب التدريب لهذا العام لسنة 22-23. طبعا وعندنا العديد من البرامج التدريبية الأخرى أيضا ورش العمل، منها دورات المعيدين في الإنجليزي وفي اللغة وفي الحاسوب أيضا، والعديد من المناشط التدريبية. بعد انهيارات متكررة وشكاوى عدة، شرعت الشركة المنفذة في صيانة شارع الزهيوي ببلدية الزاوية، شرعت في البدء في أعمال صيانة للشارع، صيانة لخطوط الصرف الصحي والكهرباء وكذلك خطوط الاتصال. مراسل التناصح تابع أعمال الصيانة وأعد لنا التقرير التالي. في إطار الصيانة المتبعة لعدد من شوارع بلدية الزاوية، بدأت الشركة المنفذة للصيانة شارع الزهيوي في مدينة الزاوية أعمال الصيانة الكاملة للشارع بعد سنوات من الإهمال نتيجة للانهيارات المتكررة، وخاصة في موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار، حيث يغمر فيه الشارع بالماء لافتقار الشارع لخطوط تصريف المياه. الصيانة تشمل إعادة مد خطوط جديدة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والكهرباء وخطوط الاتصالات الأرضية، وكذلك إعادة رصف الطريق الذي يعتبر من الطرق الرئيسة في مدينة الزاوية بطول كيلومتر. المشروع صيانة طريق الزاوي بداية من جزيرة الرماح إلى جزيرة الفلاح، من المسافة حوالي قريب 600,000 متر كيلومتر كامل، المرافق متكاملة بين الأعمال المجاري، أعمال صرف مياه الأمطار، صرف مياه المجاري، أعمال الرصف، أعمال مياه توصيل مياه الشرب، أعمال رصف البرادورات والبلاط المعشر،
طبعا نسبة الإنجاز حوالي تتراوح توا في حدود 20%. احنا بدأنا في الأول في الحفر لتوصيل مياه توصيل أنابيب مياه الأمطار ومياه المجاري مع بعض، وبعون الله يعني مدة المشروع تتراوح توصل على حسب الموضوع، يعني على حسب كان لو انه ما فيش عراقيل ما فيش كذا، يعني ديما توصل لمدة 6 شهور، مدة 6 شهور ان شاء الله يكون المشروع كله متكامل. ووفق القائمين على المشروع فإن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت إلى 20%، مبينين أن المشروع سينجز خلال 6 أشهر، حيث أرجعوا أسباب المدة الطويلة لاكتشاف عدة خنادق وسراديب بعمق 5 أمتار تحت الأرض يعود تاريخها إلى سنة 1904، مما سيزيد صعوبة أعمال الحفريات والردم. نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية يوم الأحد مؤتمرا صحفيا بقاعة بلد أطوي بمقر الوزارة، تم خلاله إعلان انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الثقافي. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمهرجان الذي سيقام تحت شعار الثقافة تجمعنا والفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمهرجان. طبعا مهرجان الثقافة الليبية هو فيه العديد من الفقرات، يعني بإذن الله تعالى حيكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله الافتتاح 6:00، حيكون موكب من ميدان الجزائر إن شاء الله إلى قصر الخلد، افتتاح حيكون 7:00 مساء، حتى تفتح سيادة الوزيرة إن شاء الله معرض للكتاب ومعرض للأوتوغراف ومعرض للفنون التشكيلية، أيضا معرض للمقتنيات الشعبية وموروثنا الشعبي. انطلقت فكرة هذا المهرجان طبعا بتقديم مقترح من إدارة البرامج والأنشطة، تم عرضه على السيدة معالي الوزيرة التي بدورها قامت ب الموافقة عليه وأصدرت قرارها رقم 435 لسنة 22 بتشكيل لجنة عليا لهذا المهرجان. هذا المهرجان يضم عدد كبير من المناشط. افتتحت حركة السير في شارع النصر بشكل كامل وسط العاصمة طرابلس بعد افتتاح المرحلة الثانية من صيانته، ليستوعب بذلك مسارين ذهابا وإيابا بطول 725 مترا تبدأ من ميدان جنة العريف وتنتهي عند جزيرة أبو مشماش الجديدة. عدسة التناصح رصدت آراء سكان الشارع بعد افتتاح. نتابع. والله الحمد لله، وتوا حاليا يعني الشارع انضاف وتوسعت الطريق وحتحل يعني بعض الاختناقات، كانت شارع ضيق ويرفع يعني يجيب بستا وبدا يرفع ويجيب وانضاف يعني، ودينارة جديدة وجزيرة جميلة حتى يعني حاجة قنينة مظهر العاصمة طرابلس. والله نحب نوصلها انكم تحافظوا على مدينة طرابلس وتحاولوا تخلوها ديما نظيفة وعاصمة كل الليبيين صراحة يعني، وتنظمت وأفضل من قبل يعني، فهمت؟ وحتى حركة السير يعني بدأت أفضل من قبل، فهمت كيف ولا؟ وإن شاء الله إن شاء الله نشوف، وإحنا ليبيا ديما هيك إن شاء الله، ليبيا كلها هيك، مش هذه الطريق بس يعني، ماذا بينا نشوفوا ليبيا كلها زي توا. والطريق الحق مشروع كويس وحتى منظر كويس وحتى حق ما شاء الله، نتمنى نشوف إن ليبيا كلها هيك اللهم امين ان شاء الله رب. والله انجاز ما شاء الله، ونتمنى من جميع المرافق انها تتحرك وتخدم البلد في احسن حال. اللي نشوف فيه ان شاء الله انجاز، كان الشارع في اتجاه واحد اصبح الان في اتجاهين ويؤدي للغرض المطلوب ويقلل من الازدحام في المنطقه، وشارع خدمي وما شاء الله وبارك الله من كان سبب في جزء من هالإنجازات البسيطة التي تنهض بالبلاد للتقدم، ويلم الله شمل للبلاد والعباد ونبدو دولة واحدة في أمن وأمان إن شاء الله. أمس استقبل، أمس تم الافتتاح، أمس ولامس هنا
تم يعني المواطنين يعني باستقبال يعني جيد يعني معنا، فرحانين بالطريق طريق النصر. نعم. طريق النصر، لكن تواجهنا مشكلة بسيطة يعني التدريس السيارات جانبي الطريق، وفي اللي درس مزدوج يعني. ولأن في يعني شوي في يعني في مخالفات هيك شوي، وفي يعني من نصايح شوي من هنا ومن هنا يعني. شنو الرسالة اللي توصلها؟ ولا يكونوا يعني إن قصدي المواطنين يوقفوا معنا يعني يتعاونوا مع بعضنا يعني. شكرا لك. عفوا، بارك الله فيكم، إن شاء الله وإن شاء الله بنزيد النصر إن شاء الله يا رب. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار بلديات، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة، نلتقيكم في الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله.